وعندنا لقاء الحين مع الدكتور وليد السيف، رئيس لجنة التراث في العالم الإسلامي بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الآيسسكو، ومستشار وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وراح يكون الحديث عن لجنة التراث في العالم الإسلامي وأهميتها في الحفاظ على التراث الإسلامي. مساك الله بالخير دكتور، حياك الله معنا في هذا المساء. أهلا وسهلا. السلام عليكم دكتور، شكرا على قبولك هذه الدعوه في برنامج مساء الخير الكويت. يعني طبعا انت رئيس لجنه التراث في العالم الاسلامي لمنظمه الاسسكو، لو نتكلم عن اللجنه واعمالها واهدافها. اول شيء طبعا المنظمه الاسلاميه هي الاسسكو، هي منظمه انبثقت من منظمه التعاون الاسلامي عام 1977، وهي الأسسكو معنية بالتربية والثقافة والعلوم في العالم الإسلامي، وطبعا داخلها في أجهزة كثير، ومقرها طبعا في الرباط في المملكة المغربية، وعندها كثير من الأجهزة في التخصصات الثلاثة اللي ذكرتهم. طبعا من الأشياء اللي تعني فيها الثقافة هي التراث. نعم. والتراث الإسلامي هو تراث كبير وعميق، و يعني يشمل 54 دولة إسلامية في ثلاث قارات يعني. وهذه اللجنة عبارة عن 9 دول، ثلاثة من المجموعة العربية وثلاثة من المجموعة الأفريقية وثلاثة من المجموعة الآسيوية. نعم. ودولة الكويت ترأس هذه اللجنة، وأنا كان لي الشرف ولا زال أرأس هذه اللجنة. طبعا من الأمور اللي تعمل فيها هذه اللجنة هو توثيق التراث الإسلامي، وتوثيقه رقميا حتى يكون سهل للحفاظ عليه والمحافظة عليه في تلك الدول. نعم. من الأشياء الثانية اللي حنا نحتفظ نعملها هي عندنا قائمة التراث في العالم الإسلامي. هذه القائمة نسجل فيها مواقع في كل دولة إسلامية، كل دولة تتبنى بعض المواقع اللي تعتبرها معالم أثرية، وكذلك عناصر التراث اللي الغير ملموس اللي حنا نسميه غير المادي. نعم. اللي هي عبارة عن عادات وتقاليد والحرف والشعر والأدب واللغة وكل أنواعها والاحتفالات والأهازيج، كلها هذه كذلك تسجل في قائمة التراث الغير مادي، في قائمة التراث الإسلامي الغير مادي. الغير مادي. نعم. وكذلك عندنا قائمة سويناها قائمة حصرية هي للثلاث مقدسات الإسلامية، وهو الحرم المكي. نعم. والكعبة المشرفة، وكذلك الحرم النبوي في المدينة المنورة، وكذلك بيت المقدس في فلسطين. هذه ثلاث مقدسات ما سميناها تراث. نعم. إنما هي مقدسات للمسلمين، كل المسلمين، و لهم طبيعة خاصة، طبيعة روحية خاصة. فعندنا هذه القائمة طبعا كل دولة تتقدم بحسب معايير محددة تحددها الأسسكو في كيفية عمل ملفات لتلك المواقع بهدف الحفاظ عليها وإعطاء التركيز والاهتمام الكافي بتلك المواقع اللي تختارها الدول كأولوية. نعم. طبعا احنا في الآونة الأخيرة تبنينا قرار في اللجنة انه المواقع المسجلة في اليونسكو سواء في قوائمهم النهائية او القوائم التمهيدية تسجل في على قائمة التراث في العالم الإسلامي. نعم. اوتوماتيكيا. نعم. واحنا طبعا اخذنا هذه الفرصة وسجلنا جميع المواقع المسجلة في التراث العالمي في اليونسكو، سجلناها كذلك. نعم.
في قائمة التراث في العالم الإسلامي بنفس الصفة. نعم. ويعني هذا شيء احنا الحين نفخر فيه. أكيد. كذلك سجلنا كاظمة في الفترة السابقة، لأن كاظمة منطقة كاظمة لها موقع خاص في الإسلام. نعم. طيب دكتور، قبل لا نتطرق لهالنقطة لأن احنا بعد شوي نبي نتكلم عنها بتفصيل أكثر. بس أنا بغيت أسألك، شنو أهمية لجنة التراث والدور اللي لعبتها خلال جائحة كورونا؟ طبعا الثقافة توقفت. نعم. في العالم كله. صح. زين، يعني المتاحف سكرت، الزيارة للمواقع الأثرية سكرت. صح. يعني كلها. الآن السيسكو قاعدة تهيئ نفسها وتهيئ الدول أنه نعمل مثلا، الآن اتخذنا قرار قبل أسبوع أنه يكون في دليل كيفية عمل الزيارات السياحية للمواقع الأثرية مع الأخذ بعين الاعتبار كل الاحترازات الصحية. إحنا في العام الجديد إن شاء الله مقبلين على انفتاح لتلك هذه المواقع إن شاء الله. والمتاحف كلها، بس لازم نعملها. يعني حتى نبأ وصول اللقاح لن يعني يغير من أمر وجود الاحترازات الصحية. صحيح. لأن أي شيء فيه اختلاط ما بين البشر ممكن يعرض الإنسان للإصابة فيها. فطلبنا من جميع الدول الإسلامية أن تطبق الاحترازات الصحية كل حسب قوانينه، وكذلك فتح هذه المواقع الأثرية. والسبب فيها أن في عدد كبير من المسلمين في أو حتى غير مسلمين في دول عايشين في الدول الإسلامية بحاجة لتلك المواقع السياحية، يعني دخلهم قائم على السياحة، فإذا توقفت السياحة ما لهم دخل لهم. ودولهم بعضهم دول فقيرة ما عندها الإمكانيات أن الدولة تدعمهم. فحنا الآن نشجع في هذه الدول، نقول لهم أوكي ممكن تفتحون، ولكن مع الأخذ بالاحترازات. نعم. دكتور، قبل يومين أعلنت لجنة التراث في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة السيسكو تسجيل ما شاء الله 4 مواقع في الكويت في القائمة التمهيدية للتراث الإسلامي ضمن 44 موقع ثقافي في 6 دول. ودي تكلمني عن هذا الموضوع. طبعا أنا مثل ما ذكرت قبل شوي أن هذه المواقع سبق تسجيلها في اليونسكو في باريس، والآن عندنا الآن فرصة لتسجيلها في على المستوى الإسلامي، على مستوى الدول الإسلامية. طبعا حنا عندنا 4 مواقع وسجلنا 3 مواقع وسجلنا تراثين غير ماديين. أول شيء دخلنا حنا الأبراج في قائمة التراث في العالم الإسلامي، التراث الثقافي. إيه، التراث الثقافي في العالم الإسلامي. بس أنا بحب أقول نقطة أنوه فيها، سمعت كثير من الناس يقولون إنزين أبراج شكو هي بالإسلام، شنو علاقة هذه بالإسلام؟ قصر عبد الله الجابر هذا الموقع الثاني اللي دخلناه في قائمة التراث، شكو هذا في الإسلام؟ يعني بس أنا بدي أوضح لهم أن لجنة التراث في العالم الإسلامي حنا نسجل التراث في العالم الإسلامي وليس التراث الإسلامي. نعم. التراث الإسلامي عمره الحقيقي 1400 سنة، ولكن الدول الإسلامية تاريخها يتجاوز هذه بآلاف السنين. مثل مصر عندنا الأهرامات ليس لها علاقة بالإسلام، ولكن هي موجودة في أرض إسلامية، وبالتالي هي مؤهلة أن تسجل الأهرامات في قائمة التراث. يعني الجانب الثقافي. إحنا في الكويت مثلا على سبيل المثال عندنا في فيلتشة اكتشفنا كنائس تعود إلى القرن الخامس ميلادي. يعني واحد من المكتشفين يقول المسيحية وصلت الكويت قبل لا توصل نص أوروبا. تصوري يعني بالاكتشافات الأثرية. يعني فحنا نقدر نسجل الكنائس هذه في قائمة التراث في العالم الإسلامي. تونس عندها مكان لليهود. زين، قداسة اليهود يعني لهم.
هذه كذلك سجلها. هذا يعطي شغلة واحدة حق العالم كله بأسرة، أن العالم الإسلامي عالم حضاري إنساني تعايش مع كل الديانات هذه، ولا تزال يعني عندنا حنا تعايش الأديان. فحنا ما عندنا مشكلة ولا عندنا عقد ضد الكنيسة أو المسيحيين في الكويت، مثل ما يروج من خلال طبعا جماعات داعش وغيرها أن حنا نقتل المسيحيين ونقتل ونشرد المسيحيين. حنا في الكويت ومعظم دول الإسلامية بشكل عام ما عندنا هذا التوجهات، ولدينا الوسطية الله، ولنا حنا هذا طول عمره، فنحن نقبل الديانات ونقبل تعدد الأفكار. وهذه وقائمة التراث في العالم الإسلامي هي شعاع للعالم، ونوريه أن عندنا مواقع حنا نحتفي فيها كمسلمين بالرغم أنها هي مواقع مش إسلامية. نعم. طيب دكتور، حضرتك قدمت مقترح بإعداد كتاب يكون سجل لتراث الدول الإسلامية، شنو الهدف من إعداد هذا الكتاب؟ الكتاب طبعا اقترحته بداية كانت في كلمة في آخر اجتماع يوم 10 ديسمبر، ابتدأت كلمتي كرئيس للجنة باستذكار مناقب حضرة صاحب السمو الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كأحد كبار قادة منظمة التعاون الإسلامي. منظمة التعاون الإسلامي طبعا يرأسها قادة الدول الإسلامية، وهو كان أحد القادة الكبار الحقيقة، لأنه أسهم في حياته في دعم هذه المنظمة الكبيرة. وبعدها قلنا حنا كل جهودنا هذه نعمل نسجل مواقع في مواقع الدول في قائمة التراث في العالم الإسلامي، نحتاج إلى كتاب يوثق تلك المواقع في جميع الدول الإسلامية حتى القارئ العادي يطلع عليها، حتى الأجنبي يقدر يطلع عليها يشوف مدى التنوع الكبير في التراث في العالم الإسلامي وأصالته، ونعطيه معلومات عنه، وهو يعتبر سجل مكتوب للتراث في العالم الإسلامي. فلقيت كل الترحيب من الأخوة الأعضاء، وفي واحد منهم قال أنت بدام أنك جبت ذكر المرحوم الشيخ صباح الأحمد، حيكون هذا الكتاب، نقترح على الأسيسكو أن يكون هذا الكتاب إصدار باسم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. نعم. لإنجازاته. طبعا أنا بعد الاجتماع اتصلت في الدكتور سالم بن محمد المالك، هو مدير عام منظمة الأسيسكو، وأبلغته باللي دار في المقترحات والكتاب اللي توصلنا له. قال أنا أرحب بهذا الكتاب وأرحب بالفكرة أن يكون الشيخ صباح في الإصدار يكون باسم الشيخ صباح الأحمد، وهذا شرف لنا، ورجل قدم الكثير للمنظمة ولمنظمة التعاون الإسلامي، وإن شاء الله قريبا سيرى النور. وهو وعدني قال هذا سأقوم أنا شخصيا بدعم هذا الكتاب، وأتأكد أنه مركز التراث في العالم الإسلامي يقوم على إصداره. والله هم الحين حيشتغلوا فيه. كلمة أخيرة حاب تختفي هذا اللقاء. الكلمة الأخيرة اليوم، طبعا اليوم كان في انتخابات مجلس الأمة. نعم. وأحب أقول للدولة كلها أن اليوم لدينا قيادة سياسية جديدة ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وولي عهده الشيخ سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، ونتمنى أن يوفقهم الله في رعاية الدولة. كذلك أن اليوم استكملت منظومة الدولة بوجود رئيس للسلطة القضائية ورئيس للسلطة التنفيذية ورئيس السلطة التشريعية. الآن الدولة
تنطلق اعتبارا من اليوم إلى فصل جديد خلال إن شاء الله السنوات القادمة، ونتمنى منهم التوفيق في إنجازاتهم. وعندي كلمة أخرى ودي أضيفها بس بشكل سريع. دكتور اللي هو وزير الإعلام، معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الأخ السيد الفاضل عبد الرحمن المطيري. هو الحقيقة شاب من وزارة الإعلام، وكذلك مسك وكيل وزارة مساعد في وزارة الدولة لشؤون الشباب، وأصبح بعدها مدير عام لهيئة الشباب. فهو الحقيقة من الكوادر الشابة اللي أتمنى له كل التوفيق والنجاح والتطوير في عهده إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. تسلم دكتور، شكرا جزيلا على استضافتك ويانا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت. مشاهدينا، فاصل نرجع لكم.